حياكم الله متابعينا في يورو جول، ما زلنا مستمرين في مباريات الدور الأول دور المجموعات في مسابقتنا عبر الشبيبة برعاية ألتيمكس نفط عمان في المجموعة السادسة والأخيرة من بطولة يورو جول. هذه المجموعة تضم المنتخب الفرنسي، المنتخب الألماني، المجري والمنتخب البرتغالي الذي يلعب مباراته الأولى في هذه الحلقة ضد المنتخب الفرنسي. مرحبا فيكم شباب، تعرفون على أنفسكم من المنتخب البرتغالي الذي يأتي برعاية مطعم أفندينا. حياك الله محمد. هيثم الظاهر. حياك الله هيثم، ونرحب بالشباب اللي موجودين أيضا معنا من المنتخب الفرنسي. هذه مباراتكم الثانية وكل التوفيق لكم بإذن الله. خلاص عرفناكم في المباراة الأولى، يعطيك العافية ونتمنى التوفيق للجميع. جاهزين نبدأ مرحلة الأسئلة والشوط الأول من هذه المباراة؟ يلا كل التوفيق إن شاء الله، اهم شيء انه يكون في حماس وفي يعني في تحدي ايضا بين الشباب يكون حاضر بينهم في هذه المسابقه. المنتخب الفرنسي برعايه كليوباترا ويب دوت كوم. نبدا مرحله الاسئله بين المنتخب البرتغالي والمنتخب الفرنسي. السؤال الاول للمنتخب البرتغالي يقول: الالماني بيرند هولسن بين هو اكثر او اكبر اللاعبين عمرا احرز هدفا في نهائيات بطولة أمم أوروبا في نسخة 76، صحيحة أم خاطئة؟ غلط. المعلومة صحيحة. روح للسؤال الأول للمنتخب الفرنسي الألماني هذه المرة أيضا. راينر بونهوف هو اللاعب الوحيد الذي شارك في 4 نهائيات متتالية. الألماني راينر بونهوف هو اللاعب الوحيد الذي شارك في 4 نهائيات متتالية من نسخ اليورو. هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ الشباب يتشاورون فيما بينهم. المعلومة خاطئة. تعرفون من كم نهائي شارك فيها؟ 3 نهائيات متتالية. 72 76 80. إذا نقطة للمنتخب الفرنسي. نروح للسؤال الثاني للمنتخب البرتغالي. يقول السؤال: أكثر المباريات النهائية التي شهدت عدد من الأهداف هي نهائي يورو 80. 30 ثانية بتوقيت ساعات مستل الموزع الرسمي لساعات هبلو في السلطنة. نسمع الإجابة. إجابة خطأ. المعلومة هذه المعلومة خاطئة فعلا. إذا نقطة تضاف للمنتخب البرتغالي. نروح للسؤال الثاني للمنتخب الفرنسي الذي يقول: أصغر اللاعبين مشاركة في تاريخ البطولة هو الهولندي ييترو فيليميز في يورو 2012. هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ معلومة صحيحة. المعلومة صحيحة وإجابتكم صحيحة فعلا. إذا النتيجة بين الفريقين 2-1 للمنتخب الفرنسي. نروح للسؤال الثالث للمنتخب البرتغالي الذي يقول: أكبر اللاعبين عمرا أثناء مشاركتهم في البطولة هو المجري غابور كيرالي في يورو 2016. هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ الإجابة جاهزة؟ خطأ. المعلومة خطأ. نعتمد الإجابة، متأكد منها؟ المعلومة صحيحة. السؤال الثالث للمنتخب الفرنسي. ما في سؤال سادس طبعا، 5 أسئلة فقط في هذه المرحلة. الحارس الإسباني إيكار كاسياس الوحيد الذي استدعي في 5 بطولات، صح أم خطأ؟ الحارس إيكار كاسياس الحارس الإسباني هو الوحيد الذي استدعي في 5 بطولات، صح أم خطأ؟ معلومة خاطئة. المعلومة خاطئة. المعلومة صحيحة. روح لي السؤال الرابع. النتيجة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب البرتغالي، تفوق الفرنسي ب2-1. السؤال الرابع للمنتخب البرتغالي يقول: الحارس اليوناني هو الحارس الوحيد الذي رفع كأس البطولة لمنتخب بلاده في يورو 2004. هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ الإجابة إجابة خطأ. المعلومة خاطئة وفعلا إجابتكم صحيحة. طيب وصلنا للسؤال الرابع للمنتخب الفرنسي الذي يقول: لم يسبق لأي مدرب أن فاز باللقب أكثر من مرة واحدة. لم يسبق. خاطئة. خاطئة. المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ خاطئة. المعلومة صحيحة، ما في مدرب درب أكثر من مرة. طيب نروح للسؤال
الأخير للمنتخب البرتغالي؟ أتمنى تركزون مع هذا السؤال. المدربون ذو الجنسية الألمانية هم الأكثر تتويجاً بلقب أمم أوروبا على مدار تاريخها، صح أم خطأ؟ الإنجليز سوري. الإجابة غلط. المعلومة غلط. إجابتكم صحيحة فعلاً. طيب خلينا نشوف المعلومة، ما بعيدة عن هذا السؤال. سؤالكم الأخير، هو المدربون ذو الجنسية الألمانية الأكثر تتويجاً بلقب بطولة أمم أوروبا على مدار تاريخها بإجمالي 5 مرات، هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ الإجابة تقول المعلومة خاطئة. إجمالي 4 بطولات مش 5 كانوا فيها المدربين الألمانيين يعتبرون بالأكثر تتويجاً في البطولة. إذن النتيجة تعادل بين المنتخبين البرتغال ومنتخب فرنسا في تحدي الأسئلة. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في المرحلة الثانية والشوط الثاني من هذه المباراة، ضمن إطار المجموعة الخامسة في تحدي أو المجموعة السادسة في تحدي يورو جول في الشبيب برعاية ألتيمكس نفط عمان. نشوف التحدي البلاي ستيشن بين الفريقين الإسباني والبرتغال. حياكم الله متابعينا من جديد في تحدي البلاي ستيشن بين المنتخب الفرنسي والمنتخب البرتغالي. هذه المرة المنتخب البرتغالي يلعب مع المنتخب الفرنسي في إطار المجموعة السادسة والأخيرة، وأيضا مباراتهم في تحدي البلاي ستيشن. نذكر أن الشوط الأول انتهى بين المنتخبين بتعادل 2-2 في تحدي الأسئلة. بعدين خسران 5، المفروض خلاص محبط اللاعب هذا. مضمون الفوز، هذا هدف، هدف عليكم. ايش اللي تقول؟ قدم الغشيم وتبعه من بعد مدة عشان نشوف من الفائز بينهم. لكن لحد الآن ضربة جزاء، ضربة جزاء كانت غير صحيحة، غير صحيحة. شوف غير صحيحة مع الكرة يا أخي، لازم نشوف فار ضروري يسجلها ولا ما يسجل. لا بس صراحة لاعب عنيف، هذا اللاعب عنيف. لا أكيد جول 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 100% ضاعت. برافو على ناصر، معاملاتك في محطات ومحلات شركاء نفط عمان. هدف ثاني لمنتخب فرنسا، برافو يا شباب. ثواني أخيرة وينتهي الشوط الأول، هل نشوف جول ولا ما نقول جول؟ جول جول، برافو. مركز أو الهدف الثالث هذه المرة لمنتخب فرنسا. إذن ينتهي الشوط الأول بين المنتخبين الفرنسي والبرتغالي ب6-3. المنتخب البرتغالي محتاج أن يسجل 3 أهداف علشان يرجع في النتيجة، هل هو قادر أم لا؟ هدف رابع للمنتخب الفرنسي، أعطينا الفرصة أن يعدل في الحيارة. الجهاز نفسه خربان يعني، الجهاز لعبوا فيه أكثر من مباراة ومرهم طيب وما في أي شيء. هذه هدف إن شاء الله، هدف هذه هدف. يا سلام، الله 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 عليك. 6-3 في الشوط الأول. إذن تنتهي المباراة بين الفريقين الفرنسي والمنتخب البرتغالي. خليك مكانك كابتن، ألف مبروك لكم الفوز و3 نقاط مهمة جدا. الله يبارك فيك، ونتمنى أنه إن شاء الله المباراة القادمة نحسمها وإن شاء الله تكون الأمور طيبة بإذن الله. كابتن إيش تقول؟ يعني هارد الفرق، نبارك للفريق الفائز وإن شاء الله راجعين بقوة في المباريات الثانية. إذن هذه كانت المباراة بين المنتخب الفرنسي ومنتخب البرتغال، تنتهي بفوز المنتخب الفرنسي في مجموعة المرحلتين ب9-3. خليكم معنا في مباريات يوروغول.